الله الرحمن الرحيم. نلتقي بهذا المساء الطيب إن شاء الله مع إحدى فعاليات الأسبوع الثقافي الأول الذي تتولى تقديمه مجلة إكسيولوجيا في هذا الأسبوع في الفترة من 21 إلى 29 مايو 2022. سيكون المتحدث اليوم شخصية معروفة لدينا جميعا، وهي الدكتورة عبير إبراهيم منينة. طبعا الدكتورة عبير غنية عن التعريف بالنسبة لكم، ولكن لا يمنع من أني أشير بأنها تحصلت على البكالوريوس في عام 1992، ثم على الماجستير في العلوم السياسية أيضا في 1995. طبعا الاثنان من جامعة جاريونس في ذلك الوقت من كلية الاقتصاد، ثم بعد ذلك سافرت إلى فرنسا ودرست في جامعة ليون لتتحصل بعد ذلك على الدكتوراه عام 2008. منذ ذلك الحين بدأت الدكتورة في كما كانت وهي طالبة، بصراحة تبدي نشاطا قويا سواء من الناحية العلمية أو من النواحي النقابية والحقوقية، وبالذات بعد عام 2011. اليوم ستتحدث لنا الدكتورة عن إحدى الشواغل التي تهمها، وهي العمل النقابي في ليبيا. ستتولى تقديم محاضرة بعنوان العمل النقابي في ليبيا بين التعددية والتشظي. نتمنى للدكتورة كل التوفيق ونتمنى لكم استماع جيد إن شاء الله. تفضل يا دكتورة. شكرا دكتور عمر، والسلام عليكم جميعا. شكرا لمجلة إكسيولوجيا على هذه الدعوة للحديث عن موضوع فعلا هو موضوع يعد أحد شواغل اهتماماتي أيضا فيما يخص موضوعة النقابات وعلاقتها بالنظام السياسي أساسا، وفيما يخص أيضا تركيبتها وأدائها وطبيعة أيضا تأثرها بالتغيرات السياسية القائمة مؤخرا. شكرا لمن حضر، وأيضا أود أن أفتح قوسين، لا يفتي دائما ومالك المدينة أن الأستاذ عبد الحفيظ موجود وكان من ضمن الشخصيات التي اعتمدت عليها في رسالة الدكتوراه التي كانت منصبة على نقابة المحامين. وحقيقة يعني دائما ما أذكر أنه كان يدخر وقتا في اللقاء معي رغم مشاغله ورغم قضاياه في تلك الفترة، يعني كان مكتب مكتظ دائما، لكن كان دائما يرحب بوجودي. هو لماذا أصر دائما على شكر سيد عبد الحفيظ في هذا الموضوع؟ لأن الأساس الدكتوراه كانت بالنسبة لي أنا كان اتحاد الطلبة، واتحاد الطلبة على ما حاولت أني أنا نتواصل مع الشخصيات الطلابية أيام النظام، أيام طبعا طبيعة الحال التي عانت أيام النظام السابق، لكن لأسباب قد تكون أسباب أمنية أو ما شابه تم رفض دائما أن يكون لي لقاء أو فرصة للقاء معه. بالتالي دائما نشكر في الدكتور في الأستاذ عبد الحفيظ على سعة الصدر والوقت. لما نحكي على العمل النقابي في ليبيا، يعني عادة أو دائما ما يتم طرح جملة اعتراضية، هل في عمل نقابي في ليبيا أساسا؟ والله هل في نقابات في ليبيا؟ وهل النقابات لها دور في ليبيا أم لا؟ طبعا إذا أردنا إحنا أن نقارن التجربة النقابية في ليبيا بتجارب دول الجوار حيكون نوعا ما غير في صالح ليبيا، يعني لأن الظروف السياسية والظروف الاقتصادية وأيضا المجتمعية في هذه الدول تختلف في تطبع التجربة النقابية بها، وبالتالي يعني لا تعطي بعد عميق للتجربة النقابية التي لربما لو ترك النظام السابق نظام القذافي على
ما بدأت به. ربما كان لدينا نقابة خاصة نقابات العمالية، كان لدينا نقابات واتحادات يتم الاعتماد عليها في الدفاع الحقيقي عن مصالحها قبل أن يتم تدجينها. نحاول أن ما نستغرقش في البعد التاريخي، وإن كان هو بعد مهم، لأن في كثير من التفاصيل ربما لا، خاصة في إطار المواد القانونية اللاحقة قد لا تكون ذات جدوى، لكن نشير إلى الخطوط أو النقاط العامة. نعرف أن سألتني دكتورة هالم بدري أمتى بدأ فعلا العمل النقابي في ليبيا أو محاولات الأولى لتشكيل تنظيمات ومنظمات نقابية في ليبيا. صحة التسمية، يعني لا نستطيع أن نطلق عليها تنظيم نقابي حقيقي يعني كما هو المتعارف عليه، إلا أن البدايات الأولى، الإرهاصات الأولى كانت أيام النظام، أيام العهد الإيطالي طبيعة الحال. يعني كان هنالك النشاط الاقتصادي الموجود في تلك الفترة، طب هو نظام فاشستي لا يسمح بأي حال من الأحوال أن يكون هنالك أي تواجد للنقابات للمحليين، يعني اللي ما هو كان موجود هنا عبارة عن نقابات إيطالية. وكان نتاج الوجود نشاط المواني في تلك الفترة عملية العمل على أسطح البواخر، كان هنالك مجموعة من العمال وعمال المواني، وكان على رأسهم طبيعة الحال لاحقا طبعا شخصية بارزة معروفة لدى الليبيين اللي هو أستاذ رجب النهوم، اللي هو والد الأديب الأشهر الليبي طبعا صادق النهوم الله يرحمه، لأنه كان هو أيقونة العمل النقابي بصحة التسمية أو أطلقنا عليه التسمية. إذن هنا هذه لم يعني من خلال علاقته أو من خلال تواصل مع مجموعة البحارة ومن خلال احتكاكهم بالأجانب، طبعاً هي ليس فقط إيطاليين كانوا ولكن من مختلف جنسيات مختلفة، ولد لديهم معرفة بأن هنالك تجربة تراكمية لدى الآخرين في بلادهم في التنظيمات النقابية، ومن هنا بدأت الإرهاصات الأولى اللي ظهرت اللي بانت أكثر أيام النظام الملكي. طبعا فيها أيضا في بعض المصادر وجدنا، لا يقول لك هنالك في نقابة للحرف الليبية كان يعني من 1937 يعني من أيام نفس العهد، إلا أن هذه النقابة حقيقة نفس الشيء، يعني لا يوجد، لم يسمح لأي حال من الأحوال للليبيين بأن يشكلوا نقابات في تلك المرحلة، يعني لم تكن لهم أي حال من الأحوال أي نقابة. عهد عكس العهد الثاني اللي هو عهد الإدارة البريطانية التي كان نوعا ما اختلاف كبير جدا، على الأقل يعني المحاولات أو الأمال الأولى في إنشاء تنظيمات نقابية اختلفت في عهد الإدارة البريطانية، وأصبح مسموح لهم ضمن أطر معينة أن يكونوا لجان نقابية صحة التسمية. يعني هنا في أيام العهد الإدارة البريطانية كان هنالك لجان نقابية، هذه اللجان تم الاعتراف بها رسميا وفقا للائحة قانونية وضعتها الإدارة تسمح بإنشاء جمعيات وتسمح بإنشاء المؤسسات الأهلية وتمنح حقوق للطبقة العاملة اللي موجودة. ومن هنا ظهرت التنظيمات أو تجمعات سمت صح التسمية هنا تجمعات نقابية آنذاك، سواء في اتحاد يعني الاتحاد الطرابلسي، اتحاد نقابات العمال الليبيين، واتحاد نقابات العمال في برقة. اكتسبت هذه الاتحادات التي كانت محاولات للتنظيم اكتسبت الصفة القانونية، وظهر طبعا التشريعات في تلك المرحلة، تشريعات صادرة طبعا نظام ولايات كان موجود. إذن هنا فيما يتعلق في ولاية برقة كان هنالك قانون منازعة العمل والتحقيق، طبعا قانون رقم 26، قانون نقابات العمال سنة 25 رقم 25 سنة 51، وقانون المخدومين المستخدمين أيضا سنة 51، هذا فيما يخص ببرقة. بينما طرابلس قانون نقابات العمال وقانون التحكيم والتحقيق في المنازعات وأيضا المخدومين المستخدمين. بالنسبة للجنوب لم يوجد في أي مرجع من المراجع أن يكون أن هنالك أي نشاط في الجنوب، يعني حتى المراجع الإيطالية، يعني لأن هنالك نجدنا كثير من المراجع الإيطالية مترجمة إلى لغات مختلفة لم يذكر فيها على الإطلاق الجنوب وأن فيه نشاط في الجنوب. طبعا استقلت ليبيا، بعد ما استقلت ليبيا
نعرف أن طلائع النقابيين القدامى وبالتضامن مع النخب اللي كانت موجودة في تلك الفترة ارتأوا أن طبعاً مع تماشياً مع التشريع اللي وضعته الإدارة العسكرية البريطانية الذي يسمح بإنشاء جمعيات كيف ما أسلفت، وجهت حكومات الولايات المختلفة طبعاً في أيام بعد الاستقلال الدعوة إلى منظمة العمل في أن يكون هنالك قانون للعمال، قانون العمل، وأيضا نقابات ينظم هذا القانون، ليس فقط علاقات العمل إنما كذلك قانون ينظم الحالة النقابية للعمال. وألغي طبعا هذا كان في البدايات أيام العهد الملكي، كان هنا في كان قانون 57 ومن ثم ألغي إلى قانون 62، وظهرت شخصية الاعتبارية لكثير من النقابات والاتحادات، وإن كانت العلاقة ما بينهم وبين النظام الملكي علاقة طبعا اتسمت بكثير من الإرباك حقيقة، يعني لم تكن العلاقة جيدة ما بينهما، يعني كان هنالك نشاط من هذه النقابات على اختلاف سواء كانت نقابات عمالية أو مهنية أو طلابية أو اتحادات طلابية، نتاج المرحلة التي كانت في تلك المرحلة في تلك الفترة الزمنية. النقابات العمال التي عفوا قانون العمال قانون النقابات الذي نظم في تلك الفترة اللي أساسا نظم علاقات العمل، ما يمكن الإشارة الجيدة الذي فيه هو أشارة للنساء، بالرغم أن النساء لم يكن موجودات ضمن إطار الكتلة الاقتصادية التي من الممكن أن على أساسها يتم تنظيم علاقات عمل، ولكن في هذا القانون تمت الإشارة إلى النساء وبأن النساء يفترض أن لا يتم إليهن أعمال هي خارج إطار قدرتهن الجسدية، أو أيضا فيما يخص بالعمل ساعات أو تحديد ساعات العمل. نجو هنا القانون 62 طبعا نفس الشيء، يعني أعطى الحريات اللي غالبا تكون منصوصة في القوانين، الحريات حرية ممارسة العمل، لكن دائما لما نجد نحاول أن ننظر إلى القانون نحاول أن نبحث في من يسجل هذه النقابات أو هذه الاتحادات، من الجهة التي تسجل هذه الاتحادات، وهل طبيعة التسجيل كيف تكون، هل هو إيداع أو إذن أو رخصة بالمزاولة أو ما إلى ذلك. القوانين في تلك الفترة لازالت أيضا فيما يخص العمال واتحاداتهم ونقاباتهم أيضا ما كانت العملية متعلقة بإيداع بقدر ما كانت تسجيل وأيضا منح الترخيص لها من قبل النظام هنا اللي غالبا ما يكون وزارة العمل والتأهيل. من إجمالا القانون القوانين الحقوق التي أشار إليها القانون، أولا حرية تكوين نقابات، حرية الإضراب عن العمل، تحديد ساعة العمل، عدم تشغيل الأحداث، هذه القوانين العامة نجدها موجودة في كل النقابات. لم يكن إذن هنا العمال فقط هم من كان يذهب أو يجنح أو يحاول أن يؤسس لتنظيم نقابي، إنما كيف ما أسلفت أن كثير من الفئات المهنية الأخرى كانت تطمح أيضا، ومنها كذلك المحامين هم أيضا كان لهم هذا السعي وكان لهم أيضا نقابتهم. جاء طبعا استمر الحال على ما هو عليه إلى أن جاء النظام طيحة بالنظام الملكي وجاء نظام السابق النظام القذافي، يعني نظام فترة النظام السابق أو نسموه نظام القذافي. أول ما جاء طبعا القذافي هنا البعض تحفظ على الصورة، لكن يجب أن يتم ربط المرحلة بشخصيته أيضا. إذا ما حدث مباشرة ما حدث من قبل النظام السابق، ألغى مجلس قيادة الثورة طبعا هي سلطة جديدة التي كان في تلك الفترة جميع النقابات العمالية والمهنية، لأنه هو كان على ثقة تامة بأن هذه النقابات لم يعني كانت سبب من أسباب زعزعة النظام السابق، يعني على الأقل من ناحية يعني تماشيا مع المد القومي في تلك المرحلة، يعني كان هنالك النقابات لها دور كبير جدا في عدم استقرار النظام وعدم وزعزعة الهدوء الذي من الممكن نعتبر أنه كان نوعا ما نسبيا موجود لولا النقابات ومطالبها المتعددة ومحاولة تحولها من
وظيفتها الأساسية اللي هو يعتقد كل من يتعامل مع النقابات بأنها فقط عليها تدافع على مصالحها، ولكن نقابات أيام العهد السابق أيام النظام الملكي كانت تذهب إلى جانب المد القومي وجانب الوطني وتهتم بهذه القضايا. جاء النظام طبعا كان مدرك جيدا بأن هذه النقابات مشكلة ويجب عليه أن يعالجها بشكل صحيح، فماذا فعل؟ أولا أصدر قرار أو ألغى جميع النقابات وشكل لجنة. هذه اللجنة كان أساسها أو كانت من ضمن أهدافها إعادة انتخابات، إعادة تنظيم النقابات، وعرفت هذه اللجنة بلجنة 21. هذه اللجنة تشكلت من القيادات النقابية لتبحث في قوانين أو جديدة أو تبحث في آلية تنظم بها عمل، خاصة عمل نقابات العمالية، يعني لأن هي اللي كانت تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للنظام الوليد اللي هو كان عندها نظام جديد. طبعا صدر هنا بعد مع النظام، يعني مع استمرار سيرورة النظام على استمرارية النظام، تبنى النظام في ليبيا كثير من بين قوسين استراتيجيات التنمية، ومن ثم بدأت الحاجة ملحة وماسة في أن يسن كثير من القوانين المتعلقة طبعا بإنشاء نقابات، لأن تم ظهور فئات مهنية معينة. هذه الفئات رأت أن من المهم جدا أن يكون لديها تنظيم ينظم عملها، نقابة مهن طبية، نقابة المهن الهندسية، الفنانين، الحرفيين وما إلى ذلك. هذه النقابات على إطلاقها، طبعاً نحن نتحدث على النظام السابق من فترة 71 إلى 77، كان التنظيم اللي موجود كان هو الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي بالتالي هذه النظامات النقابات والتنظيمات النقابية أرفقت أو ألحقت بالاتحاد الاشتراكي من 71 إلى 77، وأصبح محظور عليها بموجب هذه العضوية الخوض في أي عمل سياسي، منعت من أن تستمر أن تخوض في الأعمال السياسية، وحوصرت في بين قوسين يعني الدفاع عن آلية، يعني ترفع من مستواها وتدافع إذا رأت الدفاع عن الثورة وأهداف الثورة. طبعا ألغي الاتحاد الاشتراكي، لم يتغير واقع نقابات كثيرة، يعني بالرغم أن في مد وجزر بسيط لكن لم يتغير واقع نقابات. في 77 تم إعلان سلطة الشعب، وهنا النقابات أصبحت بموجب هذا الإعلان جزء من النظام أو جزء من بنية النظام السياسي. تحولت النقابات طبعا، أنا نرد الكتاب الأخضر، يعني لأن صورة الكتاب الأخضر نتحدث هنا بشكل خاص على النقابات العمالية. لكي تتناغم النقابات مع تغيرات الراديكالية التي عصفت بالمجتمع طبعا نتيجة تطبيق طروحات الكتاب الأخضر، تحولت إلى تنظيمات شعبية، تم تحويلها، يعني نقابات المهنية أصبحت مؤتمرات مهنية، نقابات العمال أصبحت مؤتمرات إنتاجية أو خدمية أو حرفية، وكل ذلك ضمن إطار فلسفة النظام حتى تساهم هذه التنظيمات في إدارة المنشأة أو الشركة العامة التي تم تحويلها. طبعا إذن هنا أصبحت النقابة بموجب هذه الشعارات هي من يدير المنشأة أو الشركة العامة الإنتاجية التي هي موجود فيها. بالعكس قلنا أيضا حتى في إطار خطاب السياسي للنظام السابق وجد أن هذه النقابات يجب أن تساهم في اختيار من يترأس القطاع، بمعنى أن نقابة التعليم هي من تختار الأمين اللجنة الشعبية للتعليم والصحة يعمل نفس الشيء، ولكن طبعا هذا الإجراء لم ينجح. لماذا؟ لأن تم الإغراق في الولاءات القبلية كما يبدو، يعني هذا هو السبب، لكن يبدو أن لم ينجح لأسباب أخرى يعني قد نجهلها، لكن السبب الرئيسي أن النقابيين بين قوسين أو منتمين إلى العمل النقابي عوضا عن تحقيق العمل النقابي بفلسفته الحقيقية هنا أصبحوا يتحول النقابة إلى جزء من امتداد لولاء قبلي ليس أكثر. أيضا نفس الإشكالية هنا، يعني خاصة نقابات العمال
النقابة فشلت فشلت يعني في دراسات واضح أن النقابة فشلت حتى في إدارة المؤسسات الإنتاجية، لذا تم إلغاء يعني تم التغاضي عن مشروع أو عن إقحام النقابات في عملية الإدارة هنا. بعد طبعا أنا حنحكي مش حنمشي كيف ما هو مسرود، لكن علشان يكون مرتبط طبعا، في أثناء النظام السابق صدر قرار قانون مهم جدا هو قانون 2398 اللي هو قانون متعلق بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية. هذا القانون هو الذي ينظم عمل النقابات والاتحادات والروابط المهنية في ليبيا، وبموجب هذا القانون جعل النقابات جزء من بنية النظام السياسي يعني من مؤتمر الشعب العام، وبالتالي أصبح عضو مكتب النقابات عضو من أعضاء مؤتمر الشعب العام. هذا الموضوع هو الذي يعني استمر طبيعة الحال، أصبحت النقابات جزء من البنية النظام. تلاشى مع هذه التبعية عامل الاستقلالية الحقيقية للنقابة التي هي يجب أن تكون مستقلة على النظام، لأن فلسفة النقابة هي استقلاليتها وحريتها عن النظام، لأن منتسبيها وأعضائها حتى يستطيعوا أن يدوا بدلهم أو حتى يستطيعوا أن يحافظوا أو يدافعوا عن مصالحهم، مصالح الأفراد طبعا، مصالح المهنة، يجب أن يتمتعوا بحرية أو باستقلالية عن النظام السياسي. لكن بهذه الكيفية أصبح ليس من السهل أو ليس من المنطقي، يعني ليس من السهل، لأن في البعض يحاول أن يعارض النظام يعني في مثلا نقابة المحامين عندها بعض المواقف، لكن عدا ذلك لم نرصد أي موقف من النقابات هو موقف لا أقول معادي ولكن حتى معارض لبعض سياسات النظام السياسي. بالعكس كثير من النقابات أو اتحادات تم تدجينها وأصبحت جزء من منظومة النظام وأصبحت صوت من أصوات النظام، وأصبحت لا تبحث عن استقلالية حقيقية بقدر ما أصبحت أداة من أدوات التعبئة وأداة من أدوات الشعبوية التي تعزز لثقافة النظام السياسي. الإشكالية هنا يعني لو قلنا نمشينا شوية على المرأة، طبعا خلينا نحكي شوية على المرأة في موضوع النقابات، لا أوكي مش مشكلة، لكن في موضوع النقابات حاول من خلال رصدنا لواقع النساء أو مشاركتنا نجد أن مشاركة سلبية جدا وضعيفة جدا لا يمكن أن تقاس يعني بشكل أو بآخر. أثناء النظام السابق تم إدراجها من خلال الخطاب السياسي اللي كان متبنيه فيما يخص تمكين النساء بين قوسين، إن وجه النقابات لم يكن حقيقة قرار، لكن وجه النقابات إلى ضرورة أن يكون كل نقابة سواء مرأة نقيبة أو أمين مساعد، بالتالي يجب أن يكون هنالك تبادل. إذا كانت نقيبة مثلا معلمين نقيب معناها الأمين مساعد يجب أن تكون مرأة. كثير من النقابات خاصة النقابات العمالية المهنية وليست عمالية تبنت هذا الأمر لكن لم يكن إجباري، بالتالي بعض النقابات لم تتبني كثيرا، خاصة أن الفئة العضوات يعني عضوات النقابة كان بالنسبة للعمل النقابي خارج إطار اهتماماتنا على الإطلاق. يعني إذا كانت العضوية هنا عضوية إلزامية إجبارية، بالتالي ما كانش فعلا الانتماء للنقابة جاي من فلسفة النقابة والبحث عن دور حقيقي سواء للنساء أو للرجال على حد سواء، لأن كونها إلزامية العضوية هنا قضت أيضا على فلسفة العمل النقابي، يعني كونه لأن العمل النقابي يجب أن يكون مبادر من الشخص نفسه رغبة منه في أن يعزز مصالحه أو يدافع عن مصالحه أمام السلطة، لكن العمل يجد نفسه غصبا عنه أنه هو عضو في نقابة خاصة النقابات المهنية هنا، وإن يأخذ منه نسبة كل شهر طبيعة الحال هذا يجرد النقابة من عمل. هنا الجزئية اللي نحكي عليها مثلا ماذا حدث بعد 2011؟ بعد 2011 أصبح هنالك في جدل كبير جدا وفي مشاكل كبيرة جدا فيما يخص القانون، أي النقابات الآن تعمل وفقا لأي قانون؟ الآن جزء منها طبعا بالنسبة للنقابات المحامين لا أدري هل هو سبب أنه جزء كبير من المحامين كانوا في مجلس الوطن الانتقالي بالتالي صدر قانون ينظم عملهم، ربما القانون الوحيد الذي ينظم عمل النقابات صدر بعد فبراير 2011 أيام مجلس الوطن الانتقالي، عدا ذلك لازالت النقابات في فوضى حتى الآن، لا تعرف إلى أين تمشي، لا تعرف إلى أي جهة تذهب لها حتى يتم التسجيل. هنالك من يقول يعني هنالك طبعا
خيارات متعددة. البعض في رأي القانوني يقول لك أن قانون 23-98 لم يتم تجميده ولم يتم إلغائه، حتى التعديل الذي حدث ضمن إعلان الدستوري المؤقت هو أشار إلى أخذ بعين الاعتبار طالما لا يوجد هنالك ما يعارض الإعلان الدستوري الأمور ماشية، نغير فقط تسمية من المؤتمر الشعب العام نحط مجلس الوطني الانتقالي، أو قد سلطة تشريعية رغم أن المجلس الوطني الانتقالي كان أكثر سلطة تأسيسية، لكن هذا الأمر هذه المحاججة لازالت موجودة. ووفقا لها مجلس النواب الآن في لجنة الرئيس لجنة التشريعات والعمل يقوم بمنح منح التراخيص لكثير من النقابات بناء على هذا الموضوع. ماشي، لو رأينا أن من حق بين قوسين سلطة تشريعية أن تمنع هذه التراخيص للنقابات، ماشي، أنت بتطبق ما زلت بتطبق قرار قانون 23-98، أذهب للنهاية، ما هو النقابات لازم تكون عضوة في المجلس التشريعي، وهذا أمر وفقا للقانون انتخابات مجلس النواب لا يمكن. إذن هنالك نحن في إطار ارتباك قانوني، في إطار فوضى نقابية وفوضى تنظيمية لعمل النقابات. أيضا الآن في من يقول مثلا، وهذه وجهة نظر اتحاد نقابات عمال ليبيا، يقول لك نحن ملزمين باتفاقية دولية، والاتفاق الدولي هو له الاتفاقية الدولية للنقابات هنا حماية الحريات النقابية تلزم القانون المحلي بأن النقابة بمجرد أن اجتمع أفرادها إذن هي مسجلة تعتبر خلاص شرعية، السلطة التنفيذية لا تمنحها حق التشريع حق الترخيص، يعني النقابة لا تعتمد على السلطة التنفيذية أو سلطة الدولة أي كانت تشريع أو سلطة تنفيذية أو قرار تنفيذي في مباشرة العمل. بالتالي نحن لسنا بحاجة إلى لمجلس النواب ولا وزارة العمل حتى نأخذ منها التراخيص، نحن في غياب القانون وحتى لو وجد القانون عندنا أولوية الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها ليبيا على القانون المحلي، لذا نحن لسنا ملزمين بالذهاب إلى مجلس النواب ولسنا ملزمين إلى ذهاب إلى وزارة العمل. طيب باش والنقابات من يسجلها؟ النقابات الواقعة اللي تحت الاتحاد، النقابات العمالية المختلفة، نفس المنطق يقول إن الاتحاد طالما هو الاتحاد شرعيته وخذها من الاتفاقية الدولية معناها نحن من يعطي حق التسجيل لهذه المنظمات، وهنا لا أحد يستطيع أن يجزم من المسار اللي أكثر رجدا في هذه المسارات المختلفة. هل طبعا قرار قانون 23 نزال موجود؟ والبعض يقول لا، البعض يقول لا لم يتم، يعني تم تجميده. أيضا الاتفاقية الدولية هل ما مدى أولويتها على القانون المحلي وقانون الوطني؟ طبعا هنالك في أولوية، لكن هل المشرع الوطني المشرع المحلي هنا القضاء على سبيل المثال يأخذ بذلك في عين الاعتبار؟ هنا غير واضح. وفي جميع الأحوال لا زالت الفلسفة، فلسفة ممارسة العمل النقابي ما زالت للأسف متجذرة فيها 40 سنة السابقة، فلسفة تأسيس النقابة وفلسفة أداء العمل النقابي لا زالت كما هي. كيف ما زالت كما هي؟ خلينا نأخذ أكثر فئة بين قوسين يعني من النخب على سبيل المثال، يعني لن أتحدث عن العمال لأن حتى عندنا إشكالية حنتحدث عليها، ولكن نتحدث على أعضاء هيئة التدريس على سبيل المثال، دائما أنا نشير لنقابة أعضاء هيئة التدريس. النقابة حتى تكون مستقلة يجب ألا تكون جزء من السلطة اللي موجودة، وبالنسبة للجامعة السلطة هو رب العمل مثلا هو عميد الجامعة وعميد الكلية. هنا النقابات أو النقيب العام حتى لما تتحدث معهم وتقولهم راهو عشان استقلالية الجامعة يجب يا نقيب ما تأخذش لود، تأخذش لود بالنسبة لأعضاء الحاضرين غير أعضاء التدريس إن ساعات تدريسية، يعني لما نكون أنا نقيب يعفوني من مادتين، من تدريس مادتين 6 ساعات دراسية، معناها أنت قاعد موظف، ولما يكون في اجتماع
ما هي الشكاوى اللي تعطى؟ والله ما زلنا ما جابوناش سكرتيرة، والله ما زالوا ما جابوناش المقر، ما زالت في سيارة للنقيب ما زال ما خذهاش. معناها أنت 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 لا تجسد حقيقة العمل النقابي، لأن النقابي الحقيقي يجب أن يكون مستقل عن كل هذه المزايا، يجب أن يكون مستقل عن السلطة اللي موجودة، وهذا الأمر غير موجود في الذهن. النقابات التي كانت مستمرة وموجودة أيام النظام السابق لم يحدث أي تغيير في إطار العمل النقابي، لم يحدث أي محاولة مرتبطة، حتى حضور الاجتماعات مرتبط، بالرغم من أن في الاجتماعات على مستوى مجلس الجامعة يجب أن يكون النقيب موجود، لا يتم استدعائه إلا إذا كان هنالك شيء يتعلق بالنقابة، بينما هو يجب أن يكون موجود، والأمر كذلك. إذن هنا الفلسفة النقابة غير موجودة، إذن كيف من الممكن أن تكون فاعل أنت في أدائك أو دفاعك على مصالح الأعضاء؟ جزئية أخرى هنا إشكالية كبيرة هي المصطلحات. المصطلحات الآن في نقابات العمال الآن تكتشف، يقول لك لا معنا نحن نقابة النقابة الأساسية للمهندسين، ومعنا نقابة التوجيه التربوي، ومعنا نقابة الإداريين، في هذين في مهن، إذا هذين نقابات مهنية وليس نقابات عمالية. لما تجي تشوف يقول لا نحن نتبع الاتفاقية الدولية، والاتفاقية الدولية أي شخص يأخذ مرتب من الدولة هو عامل، إذا هو عامل بغض النظر حتى عضو هيئة تدريس، هو عامل يدخل في نقابات اتحاد نقابات عمال ليبيا لأنه هو عامل في. طبعا هنا الخلط في المفاهيم وعدم الفصل في المفاهيم سبب من أسباب كذلك اللا فهم والتشظف فعلا في تكوين هذه الاتحادات. ولن أتحدث أيضا عن الاتحاد النسائي من ضمن هذه الاتحادات كذلك، يعني حتى هي عندها إرباك كبير جدا في العمل، هي أيضا عندها قانون ينظمها، لكن الانقلاب على القوانين السابقة اعتبار أنها قوانين غير سارية، وتشكيل ما يسمى باللجان التسييرية التي تسير الأمر كما يحلو لها، هذا يسبب كثير أيضا من الإرباكات في العمل النقابي. إذن الآن نحن فيما يخص التعددية مطلوبة جدا في العمل النقابي، مهم جدا يكون في تعددية. نقابة المهندسين فيها من أسس العمل النقابي أن يكون فيه تعددية، يعني عمل نقابي لا تحتكر نقابة واحدة فقط، ولكن أيضا التعددية هنا لا تعني بأي حال من الأحوال الانقسام على اتحادات قائمة لسبب رئيسي فقط واحد، ليس لاستجابة لمطالب بقدر ما هو طمعا أو غنيمة في ممتلكات الاتحاد العام سابقا للمنتجين. يعني هنالك في شركات استثمارية كبيرة، هنالك في مقار، الآن تطاحن ما بين عديد من الاتحادات، كل اتحاد يرى أن لديه اليد الطولة على أن يمثل العمال، وأن هو من حقه هذه التمتع باستثمارات أو بمردود هذه الشركات الاستثمارية التي كانت موجودة، والتي كانت هي عبارة عن استثمار لي بين قوسين للمنتجين في تلك الفترة. إذن هنا الأمر ما زال كما هو عليه. أسبوع اللي فات أنا كنت في تونس لطرح موضوع قانون النقابات، هذا القانون طبعا تم تسليمه للمجلس النواب، ومش معروف من اللي وراء أو من اللي شكل هذه اللجنة، لكن لما تم طرح هذا القانون لا يختلف على الإطلاق عن قوان فكر النظام السابق، واللي وضع جزء من اللي وضعوا قانون 23 هم جزء في اللجنة موجودين. فلسفة القطاع الخاص غير موجودة على الإطلاق. فلسفة العمل النقابي الجديد الآن اللي هو يجب أن يكون العامل أو النقابي ضمن إطار مثلث في تفاوضات جماعية ما بينه وما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص غير موجود على الإطلاق. ما زال يستخدم في كلمة المنشأة التي يعني أكل عليها الدهر وشرب الآن، كلمة المنشأة ما حدش يستخدم فيها. ما زالت هوية الاقتصاد غير واضحة ضمن هذا القانون، مش يعني أنت قاعد أنت عشان تنظم قانون العمل، قانون للنقابات العمالية، هوية الاقتصادية لازم تكون واضحة بالنسبة لك أنت. هل هو نظام رأسمالي؟ هو عندنا قطاع خاص، هو قطاع خاص
أيضا ينتمي إليه مجموعة من العمال غير واضح في القانون. باهي لما تكتب أنت قانون نقابات، ما هي فلسفة قانون نقابات؟ هل قانون نقابات كلها والله قانون نقابات عمالية؟ أنا سألت أول ما بدينا في الطرح ما حد جاوب، نقابات من؟ أي نقابات تحكوا عليها؟ إذن هذا القانون طبعا الآن اتحاد نقابات عمال ليبيا عاكف على تغييره من جديد، لكن أتمنى أن لا يتم عرضه بهذه الكيفية إلا إذا كان فعلا يعرض على قطاع كبير جدا من المختصين، لأن إعادة إنتاج لقوانين سابقة التي أتت في النظام السابق. النقابات مهمة جدا، لكن يجب أن يكون هنا قانون ينظمها، قانون حقيقي يمنح لها استقلالية، يمنحها الحرية، وأيضا لا تكون إجبارية. يجب أن ينفكض النقابات الإجبارية، هذه ليست نقابات، يجب أن تمنح لها أي من كل من يريد أن ينتمي إلى هذه النقابات يجب أن يكون له هامش كبير من حرية في الانتماء أو عدم الانتماء. أنا حنتوقف عند الحد هذا وحنفتح الموضوع للنقاش أكثر، لأننا مش نستغرق في القوانين والاتفاقيات الدولية يعني. شكراً يا دكتورة على هذا العرض الواضح والشيق. الآن نعطي الفرصة للإخوة الحاضرين، إذا هناك ملاحظات أو استفسارات أو أسئلة يريد أحدكم أن يقدمه إلى الدكتورة عابر أو البروفيسور عابر. أو هل الاشتراك فيها بالدول ضروري أو اختياري؟ هذا رقم واحد. وهل الحريات اللي تقصد بها وحماية حريات النقابات المحلية هل هي بما فيهن حريات سياسية ولا غير مجرد حريات اللي هي مدونة في القانون يعني بالنسبة للنظام الاشتراكي اللي كان قائم؟ السابق هو كانت محددة بقوانين تتبع للدولة، لما تيجي تتبع للدولة ما عشان لها اختيارات سياسية، ما عشان لها هامش تتحرك فيه. فهل نسأل على الاتفاقية الدولية يعني الرؤية الحديثة يعني للمشاركة السياسية من النقابات في العمل السياسي؟ اتفاقية 87 بخصوص الحرية النقابية، ماشي، هذه هي اللي تأسس لي العمل النقابي، بموجب التوقيع عليها ليبيا أصبحت ملزمة يعني، حتى يفترض أن تعكس هذه الحرية، الاتفاقية تنعكس على القوانين الموجودة اللي هو لم يتم. هناك كثير من الحريات موجودة غير موجودة بالنسبة للقانون، بالتالي الاتفاقية مصدقة موقع عليها ليبيا ومصدقة عليها ليبيا. أيضا حتى في العهد المدني حقوق السياسية والاقتصادية حتى هو ذاكر الحريات النقابية. بالنسبة الأستاذ محمد، أنت قلت لي الموضوع السياسي، العمل السياسي هو النقابة أساسا الأساس أو عماد فلسفتها هي الدفاع عن أفرادها ومصالح أفرادها تجاه من؟ تجاه النظام السياسي. لكن أيضا يعني لا نستطيع أن يتم تدجين النقابة وأن تكون بمعزل عن أي عن ما يحدث في اللي حواليها، مثلا يكون عندها رأي، لكن ليس هذا هو الهدف الأساسي، أنه يكون هدفها محافظة والدفاع عن مصالح أفرادها. لكن ما نقدر نقول لا ما تهتمش بكذا أو ما تهتمش بكذا، كاهتمام فقط، كاهتمام ممكن، لكن أن يكون مشاركة باسم نقابة في كذا هذا طبعا هذا غير متاح، غير معقول يعني. لكن كأفراد مسموح لهم بالاهتمام أو بالانغماس كأفراد، لكن نقابة ما لا طبعا، عندك مصالح أفرادك إلا إذا كان هذه الأفراد تجاه النظام. طبعا إذا كان أنت النظام واجهك بسلطة أو واجهه بهيمنته أو بجبروته أو بتسلطة، أنت بتتحرك أنت ضد هذا يعني حسب القانون المحلي ولا هو يعني في العالم الآخر؟ القانون المحلي قال لك لا، القانون المحلي قال لك نظر على المجتمع المدني، لكن ها دور كبير جدا فيها. القانون المحلي قال لك انت يا نقابات اذا كانت تحدث 23-98 انت مهتم فقط بالتبشير بمقولات الكتاب الاخضر والدفاع عن منجزات الثوره، هذا انت مطلوب منك. ان تشريعات الدوله تاتي في مرتبه ادنى من ثانيه من التشريعات الدوليه بتلزم ترعيها، لكن فلسفه العمل النقابي ذات نفسها في الدولة زي ما قلتي انت بدري، هوية الدولة الاقتصادية علاقتها
النقابات هنا، المثلث هذا اللي هو في العالم كله موجود فيه الدولة أو الحكومة وأصحاب العمل والعمال، هذه مش واضحة عندنا. يعني أنا لما جيت أفكر في ليبيا، أنا ما عنديش أرقام يعني دقيقة، لكن لو نفكروا أن 80% من العاملين والموظفين هم في الدولة، فكيف تبي تنشأ هذه النقابات اللي تعتمد في الأساس على الدولة؟ وين حيكون هامش القطاع الخاص هذا؟ أنا نفهم التعددية أن تكون النقابات جزء من الأساس الاجتماعي للدولة، وهي ركيزة في ترسيخ الديمقراطية في الدولة. أنا أفهم التعددية بهذا المعنى، أن تكون النقابات بجانب سلطات الدولة في ترسيخ الديمقراطية، في الدفاع عن الأساس الاجتماعي. هذا اللي نفهم من التعددية حسب ما جاء في العنوان. النقابات لا يمكن أنك تفصل ما بين العمل النقابي والمهني والعمل السياسي الوطني. اللي في جل النقابات في الوطن العربي كونت على خلفية قضايا الاستقلال الوطني والتحرر الوطني، زي في تونس اتحاد العمال أو اتحاد الشغل التونسي، يعني منظمة وكانوا يقودوها أفذاذ، يعني صنوا لرئيس الدولة آنذاك بورقيبة. يعني حتى كانت في غيرة سياسية من فرحات حشاد رئيس الاتحاد التونسي للشغل. ليش؟ لأن تأسس على خلفية الاستقلال الوطني وقضايا التحرر الوطني، فكان الهباء في العمل السياسي. أنا لا أستطيع أن أصل، خصوصا النقابات المهنية، الكتاب، الأدباء، الصحفيين، المحامين، لا يمكن تفصلهم عن العمل السياسي. ولا تقول لي والله أنت خليك في النقابة، وهذا سر خلافنا نحن حتى مع منظومة الحكم السابقة، أنك أنت والله منكش حزب سياسي. لا، أنا منش حزب سياسي، لكن أنا أشتغل في العمل الوطني، من حقي أن يكون لي رأي في قضايا أمتي وطني. فلذلك يعني المجتمع والدولة أو مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي يقول أن الدولة وخصوصا في العالم الثالث تضمن بقائها واستمرارها بإلغاء المجتمع المدني. ليش؟ لأن المجتمع المدني ديما سلطة ينازع السلطة لأن اقتصادها، وهذه مقولة صحيحة. يعني تو نجو نحن نشوف مصر ونشوف تونس ونشوف ليبيا، في مصر وفي تونس تم التضييق على المجتمع المدني، تم التضييق عليه المجتمع المدني. فلذلك بمجرد ما صارت الانتفاضات والثورات تحرر المجتمع المدني ووجد له هامش أكبر، كان عنده هامش ضيق. نحن في ليبيا تم إلغاء المجتمع المدني في الواقع، وأصبح زي ما تفضلتي جزء من منظومة الحكم. ولكن نقول لك، أنا نحكي كنقابي الآن وعلى ضوء القوانين اللي كانت موجودة. قانون رقم 28 لسنة 23 بشأن الاتحادات والنقابات، أنا قانون شفيف لأن قانون مهم يحقق استقلالية النقابة. قد لا يقصد النظام آنذاك قانون سنة 23 هو 1928، لا قانون 23 92 هي تقريبا 1900 2007، لا 1923، لا يا جماعة القانون 23 لسنة 98 98 1428. في واحد طلع في فترة المبادرات، لا 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 ان شاء الله، القانون رقم 23 لسنه 98 اللي هو تقريبا 98. القانون هذا قانون راه مهم يا دكتور، عرفته اوكي. هو الاطار العام يجعل من النقابات دورها الاساسي انها تشكل او ابناء المهنه الواحده شكل نقابه الدفاع لمصالح المهنيه، ولكن حاط فيها من ضمن المواد الى ترسيخ سلطه الشعب مكتوبه. ليش؟ لان انت معناها ما تخرجش عن الفريم هذا، الاطار هذا اللي كنا يعني ان النقابه تملك جداولها، تملك التاديب وتملك القبول وتملك القيد وتملك كل شيء في النقابه. وانت يا دوله بارك الله فيك كنت زمان تشكلي في اللجان وتادبي وكذا. تو اصطدمت اول ما اصطدمت مع وزير العدل أنا ذاك أو أمين العدل، قال لا القانون فهمته غلط. قلت له ما فهمناش، أنتوا اللي فهمتوا غلط، القانون قاعد واضح والنظام نعتمد من مؤتمر جلالة. والله ما خلوني نشتغلوا مين، ما خلوني تبع الدولة. ليش؟ لا 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 لا، شوف الهامش تستطيع أنك تملكه، أنت تستطيع أن تملكه في حدود النصوص. ولما حاججنا قدام القضاء كانت الغلبة لنا نحن، وجد نظرنا لنا القضاء أنصفنا لنا. ليش؟ لأن هيك القانون حقق الاستقلالية، وهذا هامش نحن بنستفيد منه. فلذلك الدولة ما سمحتش للأسف الشديد لما الأدباء والكتاب كان هم نقابة وفاعل وبدأت تدير في كذا حراك، نالوا منها وداروا قرار من مؤتمر الشعب بإعادة بناءها. لما نقابة المحامين أصبحت وصف الهامش، داروا قرار بإعادة بناء النقابة العامة المحامين، وكلها قرارات مخالفة للقانون، مخالفة حتى القانون رقم 23
لان القانون 23 يقول لك انك انت تدير دعوه لاجتماع تدير فيه انتخاب نقابتك وتخطر بس فقط شؤون النقابات المتمشيه تخطر اخطار. هم لا قالوا كيف نحن نحدوا قلت له القانون يقول اخطار انا خلال اسبوع نخطرك انت. وفعلا درناها في مره انتخبنا في الشارع سكنك واخطرناهم وسلموا بالطبع هيك القانون يقول. لكن القانون في جهه والسلطه ما تريد السلطه في نهايه اخرى. اذا السلطه لا تريد للنقابه ان يكون لها الهامش في مجال العمل الوطني. ليش؟ لان تكون في الحاله هذه النقابات والاتحادات والروابط المهنيه مثل السلطه. انا قلت لك انا التعدديه انا فاهمها مش والله كثره النقابات ولا الروابط المهنيه ولا الاتحادات لا انا فاهمها التعدديه انها تكون سلطه بجانب السلطات اللي في الدوله ولا تقوم بالدولة ولا تتعزز فيها الديمقراطية إلا لما يكون فيه مجتمع مدني حقيقي وواعي ومش جزء من منظومة الحكم. بل المجتمع عندنا في الغالب هو يكون في صفوف المعارضة أقرب منا في صفوف الموالاة. ولكن هذه أي منظومة حكم مش هتفهمها بالمعنى الغلط. مش هتفهم إن المعارضة الوطنية الحقيقية راهي منتظمة مش بس في أحزاب سياسية حتى لو كنت في أحزاب سياسية. وليبيا لم تعد أحزاب سياسية لا في العهد الملكي ولا في العهد الجماهيري ولا في عهد ما فيش حزب سياسي بالمعنى الصحيح وان مبنيه بناء تاسيسي وتنظيمي صحيح. حزب سياسي ما عندناش. ودور الاحزاب السياسيه دور من الاحزاب هم يعتبروا فيها جزء من المجتمع المدني الاحزاب السياسيه. لكن هم في دور مناطق الاحزاب السياسيه انها تساهم في تكوين المجتمع المدني وفي تعزيز وتقويه ودعم المجتمع المدني في اي مجتمع. هذا دور للاحزاب السياسيه استخدام يعني هذا دور اساسي للاحزاب السياسيه. فلذلك نحن العمل النقابي في ليبيا الان زي ما قالت الدكتوره قانون ما عندناش قانون الآن ينظم العمل باعتبار أن القانون. وعلى فكرة حتى قانون المحاماة تصحيح بس دكتورة صدر في رقم 3 سنة 2014 في ظل المؤتمر الوطني وليس في ظل المجلس الوطني. المجلس الوطني سلطة توافقية لم يكن اختصاصا إصدار قوانين على الإطلاق. نحن صح كنا محامين مترفين ولم يعني يأتي في بالنا أن نحن نفكر في قانون المحاماة. تركنا الأمور إلى أن أتى المؤتمر الوطني عرضنا عليه عن طريق وزير العدل المشروع لإقرار قانون المحاماة صدر في 2014 عن المؤتمر الوطني. تقدروا ترجعوا تدور أي جوجل تشوفي القانون رقم 3 سنة 2014 بتنظيم مهنة المحاماة صدر على المؤتمر الوطني. والآن مجلس النواب عنده مشروع لتعديله تعديل قانون المحاماة لأن احنا مشكلتنا نصيغه قانون بعد فترة نعدلوه تلقى التعديلات يعني تستغرق مواد القانون كلها. لقينا ان اعضاء المستشفى لا 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 مش القانون ابدا مش قانون ولم يشير اليه في الاعلان الدستوري فيش اي قانون لا لا مش مشير اليه لا 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 صدر قلت لك في 2013 في ضمن المؤتمر الوطني عرض في 2013 على المؤتمر الوطني من قبل وزير العدل وصدر في 2014 والان في مشروع لتعديله قدام لجنه التشريعات في مجلس النواب. لا لا لان على خلفيه الخلاف بين نظام لا 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 المحاماة الشعبية سيد مصطفى ينظمها قانون اللي هو قانون 4 سنوات و1 من باقي هذا هو عين الاسم من محامي عام اصلا قبل ما يصبح قانون هذا كان في اشكالية صدر حتى اشاعات انهم بيلغوا المحاماة العامة لغوا قصبة لغوا التسمية وبعدين داروا هذه لا هذه 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 ينظمها قانون طبعا المحاماة العامة موجودة وينظمها قانون نفس القانون ينظمها عبارة عن تعديل مع تشكيل تعديل في القانون 4 سنوات و1 من ما عنديش علم انه هو انه عدل ولكن تعدل التسمية الله أعلم مش عارف هل يبقى قانون تعديل التسمية قضي تعديل القانون ممكن يكون صدر في التعديل لا صارت فهذه مسألة يعني أنا حبيت أن نتحدث فيها فيما يتعلق بالعمل النقابي الآن كويس وتحت فرصة أن كثير من النقابات أجرت انتخابات. نحن في نقابة المحامين أجرينا انتخابات على دور القانون الجديد وأصبح عندنا نقابة عامة وأصبح عندنا نقابات فرعية كلها وفقا للانتخاب بإرادة يعني منتسبيها. أصبحت عندنا لجان بيت أصبحت عندنا لجان تأديب المحامين يعني قبل محامي يتحول على مجلس تأديب 24 جلسة على مدى 4-5 سنوات ولا يصدر قرار لنقلة وإلى لشطبة وإلى لوقف عن ممارسة المهنة لأن في محامين تهولوا على حقوق الناس. الآن عندنا المجلس تأديب داخل النقابة يعني خلاص الدولة رفعت يدها يعني. وهذا الصح يعني الدولة ما يعني شنو علاقتها هي بالنقابات تخلي النقابات لكن في قانون عام يحكم النقابات هذا مش موجود الآن. ليش؟ لأن في 2011 تم إيقاف العمل بقانون الاتحادات والنقابات وإلى آخره طبعاً لأن هذه لأن منظومة سلطة الشعب هذه كلها تم تجميدها بقرار
كل ما يتعلق به، وهذا القانون هذا قائم على الفكرة هذه، زي ما تفضلت الدكتورة عبير، يعني أصبحت النقابات جزء من كذا، لا يبي يترك الاستقلالية النقابة، لكن طبعا هذا هذه مسألة وعي شعبي غير موجود، مش موجود. حتى النقابات الآن عندها الحرية، وين نقابتهم؟ حد يسمع نقابتهم؟ بالعكس كان عندنا هامش في ضمن مصر أفضل بكثير صراحة، أقول لك يعني، والله نتحدث ونوسع في الهامش ونحكو ويقبل فينا إلى حد ما اعتبار هذا صوت وطني من الداخل، من البش على دولتنا ولا عمرنا يعني حرام، وإلى حد ما اختلفنا وعدينا القضاء ورفعنا دعوة ضد مؤتمر الإعلام، يا ما صار الآن وين النقابات؟ هذا دورها تو النقابات. كانت في محاولة في 2012 بدري يعني أن نجمع النقابات، وكان البادرة كانت من نقابة المحامين، جمعت نقابة المحامين والأطباء والصيادلة والصحفيين في مقر النقابة العامة المحامين تراس، حاولنا نعمل اتحاد مهني للمهنيين، اتحاد من 5 أو 6 نقابات، والباب مفتوح لانضمام باقي النقابات. للأسف الفكرة هذه أجهرت. ليش؟ لأن بدنا نشوفه في الأمور والسلطة التشريعية كيف تتصرف، المؤتمر الوطني والفوضى اللي بدأت في داخل المؤتمر الوطني، قلنا على الأقل يكون في جسم اتحاد يمثل صوت المهنيين ويكون له مبادرة في حل القضايا الوطنية ويساهم إلى حد ما، لكن للأسف الشديد ما كانش فيه تجاوب وأجهضت الفكرة مبكرة. لذلك دور النقابات أنا نشوف أن دور مهم جدا، ويجب فعلا أن نسعى أن يكون فيه قانون محكم ينظم العمل النقابي وينظم الاتحادات والروابط المهنية على النحو اللي يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحقق السلم المجتمعي، ويكون يعني صنو للدولة في ممارسة العمل العام في النشاط، ويكون محدد في إطار قانوني. هذا المفروض يعني نحرص عليه جميعا. شكرا. لكن نحن هنا فيما يخص في بوليفيا، أن تاريخنا قريب، يعني ممكن من سردات الدكتورة في رسالتها، يعني بداية من نهاية الحرب العالمية الثانية أو نقابات العمال على استحياء، لأن ما كانش فيه ما فيش مجتمع عمالي في ليبيا. ليبيا كانت مجتمع رعوي بسيط، يعني ما فيش علاقات عمل كبيرة بينهم. لكن تطورت القصة بعد ظهور نقابة عمال البواني في ريادة المرحوم جمع الجنوب ليها، والتاريخ اللي نعرفوه كلنا. أنا يعني في هذا المقام يعني نحتاج إلى أن نحن نقتضى الذات ولا نجم الذات. يعني النظام السابق هو حقبة من حقب ليبيا، يعني فيها أخطاء وفيها إيجابيات، فيها سلبيات كثيرة وفيها إيجابيات كثيرة. لماذا نركز؟ يعني الدكتورة كل ما ورد كلام في الحديثة تقول بين قوسين، المنتجين بين قوسين، النقابات بين قوسين. بالعكس كان في، يعني انا اشتغلت في الصناعه وفي شركات، يعني صح ان ترتيب النقابات، يعني النقابه او الجمعيه الدفاع عن الحقوق ليست شرط ان يكون مستقل، هو موظف لهذه الشركه او عامل لهذه الشركه او طبيب او مهندس، لكن حقوقه كمهني لابد أن يكون في رابطة، ولا يمكن لرابطة أو نقابة إلا تدافع على واحد مش عضو فيها. يعني سلام، هذا قانوني معنا. هل تستطيع نقابة المحامين أن تدافع على شخص موش عضو في نقابة المحامين؟ من هنا جت يعني ضرورة الانتساب للنقابة. النقابة في كثير من النقابات اللي تزاول المهن لجأت إلى أن تعطي حاجة يسموا فيها المزاولة، أعتقد. يعني عند الصيادلة مثلاً، عند الأطباء، الناس اللي مهنهم تقتضي الاختصاص، ليس بالضرورة أيضاً زي ما قالت الدكتورة أن النقابة تتخذ موقف معادي من السلطة، لأن هؤلاء اللي يمثلوا النقابات أو الشرائح هذه سواء أطباء ولا محامين هم جزء من هذا المجتمع، فاعلين فيه، ينطبق عليهم القانون العام اللي يصير في الدولة، وحتى في أعتى الديمقراطيات اللي الآن سائرة في العالم. في بريطانيا لا يستطيع أحد أن يعمل مظاهرة من العمال في جمعيات العمال البريطانية على اختلافها، أن يدير مظاهرة بدون إذن، لازم يأخذ إذن السلطات. الخصومة بين السلطة، يعني الخصومة مش بين الدولة كيان آخر، الخصومة بين الحكومة
السلطة التنفيذية وبين هؤلاء الناس، عمال أطباء، ولعل الصراع يعني على 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 هذه على هذا الاستقلالية والنفوذ كان في أشد في مصر في فترة السبعينات الثمانينات والتسعينات، في كيف من اللي سيطر على نقابة الأطباء، من اللي سيطر على اتحادات الطلاب، من اللي سيطر على اتحادات العمال، وهنا بدأ فيه دور فاعل آخر، فيه من يعني تصرف إلى إنشاء جمعيات أخرى خارج هذه الأطر. الآن عندنا نحن نقول عندنا قطاع خاص في ليبيا، القطاع الخاص يعني اتجه إلى 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 ثقافة الصفقة، يعني حتى اللي يشتغلوا توه ما فيش حد يدير في مصنع، ما فيش حد يدير في إنتاج، يعظم في الإنتاج، يعني توه المشاريع الزراعية مثلا كذا نهم إلى قاعدين نحن نستوردوا أو نستوردوا فيه من قبل قبل نستوردوا فيه، لكن القطاع الخاص هل القانون ما مش عارف سلام حبيب ممكن يلونه، هل القطاع الخاص يسمح بأن المنتجين اللي معاه ولا العمال اللي معاه أنهم هم ينتسبوا لهذه النقابات؟ مثلا واحد عنده مصنع تاع مشروبات ولا تاع بلاستيك ولا تاع حليب ولا أي حاجة، هل العمال اللي في هذا المصنع يسمح لهم القانون أنهم هم أو رب العمل صاحب المصنع يسمح لهم أنهم يشاركوا في، وهل عندهم حتى حق الإضرار؟ لأن اللي بيضرب ولا يضرب العمل بيفصله. هل دور النقابات الجزئية اللي هل نحن نلزم كل الناس اللي يشتركوا في يشتغلوا في هذه المهنة إنهم يخشوا في النقابة رغماً ويدفعوا اشتراكات في النقابة؟ كل النقابة فيها يدفعوا اشتراكات ويسددوا، هل الإلزام العاملين فيها مضرة لهم ولا فائدة لهم؟ لأن لما تجي تقول لي أنا مهندس، أنا مهندس لكن ماني عضو في نقابة المهندسين، ماني منتسب لنقابة المهندسين، لما يحدث لي ضرر ونبي دفاع من نقابة المهندسين عليه، هل نقابة المهندسين تدافع عليه بدون ما يكون موجود؟ حدثت حادثة الأسبوع اللي فات، واحد من أنا ما نعرفش إنه محامي أو مش محامي، لكن يقولوا محامي وعنده قضية رفعها على جهة معينة وكذا وكذا ودار أمر حجر وكذا وكذا واختطف. شفت أنا أمير النقيب المساعد لنقابة المحامين ونقابة المحامين مشوا ودار بيانات ومشوا للنائب العام ودافع عليه، لكن أكيد هذا مسجل معاه، أكيد محامي مسجل معاه، لكن عدم انضمامي أنا للنقابة مضرة ولا منفعة؟ طبعا في اشكاليات كثيره ما نقدرش الان نغطيها في مداخله تاع خمس دقائق، لكن في 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 اشارتك دكتوره ان يعني النقابات والاتحادات والروابط اصبحت اعضاء في المؤتمر الشعب العام واعترفت فيها، يعني انا فهمت يعني من طرحك انها هي نقيصه، انا اعتبر فيها ميزه لان هم يشاركوا في لجان هذه صنع او صياغه التشريعات في هذه المؤسسه. المصطلح يعني منشاه ولا شراكه ولا تشاركيه، مصطلح عندنا مجهول. المنشاه هي منشاه، هي المكان منشئ، لازم نعترف باللغه، لكن اذا كنا نكون في قطيعة مع كل ما دل على 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 شيء، رغم التقاطع حتى مع النص القران. شكرا. هي بس ملاحظة بسيطة أنه دائما يصير في خلط بين طبيعة المهام، طبيعة العمل اللي قائمة عليه النقابة والحقوق والحريات، هذه هي بس اللي ممكن لو تضحك لكل نقابة توضحت لكل نقابة فكانت تشتغل في إطارها. الشيء الثاني القانون أو التشريع من اختصاص من عشان يقوم به؟ أنا كنقابة القانون نلقاه مطبقة، لكن من يضع القانون؟ هي هذه المشكلة اللي الآن ناظرة فيها. هذا بس في حد غير النقابة نفسه ممكن يبدأ في مثلا موضوع سن القوانين كمؤسسات مجتمع مدني قطاع خاص أو حاجة كيف في مواضيع بذات التنظيمية بذات التأديبية مسموح يا ريت في حد أخرى تمام وشو ممكن نديره يعني نحن كان ما عندناش الحق تمام اسم حضرتك محمد بشناف
أوكي، شكراً على التعقيبات وأيضاً على الأسئلة المطروحة. فيما يخص هنبدأ بالعنوان التعددية، فهو النظرة الأولى يمكن تذهب لقارئها إلى ما ذهب إليه أستاذ عبد الحفيظ، بأن التعددية هنا بقصد أو المفهوم منها هي الدور أو سمة من سمات النظام الموجودة الذي يسمح بأن يكون هنالك تعددية سياسية وتعمل النقابات ضمن هذه الطائرة. لأن كان قصدي هو في العنوان إن هل إلى أي مدى نستطيع أن نعتبر الانقسام الحادث الآن في كثير من الاتحادات إيجابي فيما يخص زيادة العدد وليس التعددية بمعنى المطروح. بالنسبة لي نذهب للأستاذ أستاذ مصطفى، ذكرت أن فيما يتعلق بعملية العلاقة لداخل المنشأة أو حاجة على المنشأة بين قوسين، لأن ذكرت في معرض مشروع القانون لما كنت ندلل على أن القانون اللي وضعت اللجنة السابقة متاع قانون 23 هي نفس اللجنة، على الأقل اثنين منها هي اللي وضع هذا نفس القانون، حتى استخدموا نفس المصطلح. المنشأة الآن كمصطلح غير موجود أصبح الآن كمنشأة. لا منشأة وفقا طرح النظام السابق غير موجود. إذا هنا هذا أنا أشرت إلى المنشأة وكان تحفظي من هذا المبدأ. ثانيا فيما يخص أيضا القطاع الخاص، يعني توا الإشكالية في أن الاتفاقية الدولية اللي سأل عليها أستاذ محمد وأيضا نفس الشيء تحدث عن الاتفاقية الدولية. الاتفاقية الدولية هي التي تمنح الحرية هنا أو تحافظ على حق الموظف في القطاع الخاص والله العامل في القطاع الخاص على حمايته من قبل رب العمل. أنا موظف في القطاع الخاص على سبيل المثال، الاتفاقية ضمنتني إني أنا رب العمل هذا، لعما أنا ننتسب نأسس لنقابة ما يطردنيش لأن هذا من حقي وفقا لهذه الاتفاقية أني أنا نأسس لنقابة. لكن وفقا لما هو موجود الآن في القطاع الخاص الليبي، حتى مع تحفظنا على إذا كان قطاع خاص غير يعني قطاع خاص طبيعي يعني كما هو يجب أن يكون مع تحفظ على الجزئية هذه، لكن على الأقل هو فيه رب عمل وفيه عامل هنا أو فيه موظف أو أي كان لا يملك الحق هنا ضمنيا قانونيا لا يملك، لكن ضمنيا لا يمكن أن يقوم أو يؤسس لنقابة تجاه مقابل رب العمل هنا. يعني حتى في قانون العمل يفترض أن يكون في عقود ما بين صاحب العمل الخاص والموظف في هذا العمل. في إحدى الندوات قام بها مركز موظفين الخواص أنا قال نحن لا نتجرع على أن نطلب يكون في عقد، فما بالك بالتأمين وببقية الحقوق. لا نتجرى أعطوه يقول تعال هنا، بالتالي يكون في مهب الريح، أمتى يطردوه، أمتى مش يعجبهم، أمتى لا يستجيب لمطالبهم. ولعل ظروف كوفيد 19 وضحت فعلا أن راه القطاع الخاص أو حقوق العامة في القطاع الخاص يجب أن يتم فعلا النظر إليها بنظرة شمولية لحقوقه وحمايته من القطاع الخاص. وهذا اللي كان غائب في مشروع القانون اللي تحدثت عليه، كان غائب تماما غير موجود. لما تلقي نظرة على القانون تلقى ان القانون هذا كملوا ان قطاع عام قاعد انت في اطار قطاع عام وليس في قطاع خاص وينظم العلاقة ما بين الاثنين. بالنسبة للوظيفة اي نعم، نحن تحدثنا في البداية على اهتمامات النقابة، قلنا ان حتى النظام الملكي كان ينظر بنوعا ما نظرة خاصة للنقابات بان تسبب المشاكل، نظرة اهتمامها بماذا؟ بجانب الوطني والقومي في تلك المرحلة. ولعل حتى النظام الذي لحقه نظام القذافي وعى هذه الجزئية، يعني فعلا كان على دراية تامة بأن النقابات في تلك المرحلة لها دور كبير، بالتالي عمل على تدجينها من الأول، لغاها فكها ومن ثم تم إعادة تنظيمها وتم إلحاقها بالاتحاد الاشتراكي. بالنسبة لما تفضل به أيضا أستاذ عبد الحفيظ، أنا في رأيي ما ستقولها أن نقابة المحامين لها خصوصية كانت لقياداتها في تلك المرحلة ماشي، لأن كان لها دور نظر لأن قياداتها لم تكن قيادات مستكينة أو قيادات هينة، كان لها دور مش فقط على المستوى المحلي لكن أيضا ارتبطت نقابة المحامين حتى على المستوى الإقليمي المستوى العربي، وكان فيه وترأست أعتقد مرحلة مراحل نقابة المحامين العربي. بالتالي ما عش قعد هذاك النقابة العادية اللي من الممكن قرار يمشيها وقرار يلجمها. إذا كان أنا لازلت أقول أن القيادات الخاصة بنقابة المحامين
وليست حتى طبيعة المهنة القيادات، وهذا اللي سبب أو هذا اللي يفسر لماذا الآن نقابة المحامين صامتة، لماذا صامتة، ولما تحركت نقابة المحامين دافع نقيبها حتى وإن كان بصفته الشخصية على رمز من رموز الفوضى السياسية اللي موجودة حاليا. بالتالي هذا هو يفسر أيضا يعني من ضمن القانون، القانون أفضل المؤتمر الشعب العام ضرورة أن يطلع النظام الأساسي وأيضا يجري تعديل عليه حتى هو يجري تعديل. لكن نقابة المحامين وزدت أقول إن كانت القيادة هي المختلفة، القيادة التي لا تصمت، لكن إجمالا كان من الممكن أن يحدث ما حدث بالنقابة الصحفيين والإعلاميين لتم جمع الإعلاميين لتم جمعهم مع بعضهم، والله نقابة صناعة الذهب، صناعة الذهب أيضا لغوها لعلما تم الذهاب إلى القضاء وتم تعطيل هذا القرار. يعني في تجاوزات كثيرة من السلطة التشريعية في تلك الفترة، وأنا أرى أن لا، ليس بالجيد أن يكون جزء من المنظومة النظام السياسي، ليس بالجيد على إطلاق النقابة، يجب أن تكون في مسافة من النظام السياسي. يعني حتى المسؤول على مكتب النقابات والاتحادات والروابط المهنية في مؤتمر الشعب العام 33 لم يكونوا لهم علاقة على إطلاق بالنقابات، لم يكونوا على علاقة بالنقابات. بالتالي الأمر هو أمر عملية تدجين للنقابة وليس أكثر. بس ثلاثة أنت إذا كانت مهما يكون، مهما يكون انت ادريس الله يرحمه علي بالخير بشير حويج، ما مش معقوله، ما هو يعني انا ما احكيش لا يعني ما احكي على 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 ما نحكيش على يعني انا قصدي في المفهوم العام. عارف انت في الدستور 51 الناس زي ما تفضل بجناب توا يحق لانه يقترح، هذا مواطن عنده راي في قانون ينظم حياته، هو يحق لانه يقترح تعديل القانون ويرفع لجهة اختصاص وتعرض على السلطة التشريعية. هل تخيل شوف شوف البعد النظر عند الناس اللي وضعوا الدستور 51 في الدستور اللي طبعا دروا لنا هذوما ما فيش الكلام هذا. يعني انا انا حقوقي يا سيدي يهمني إشكالية معينة في قانون المحاماة نقدر نقترحها انا كمواطن، نقدر نقترحها. تخيل يعطي حق للمواطنين في الاقتراح، مش لازم يكون هو يعمز معاه بالشكل. انا كنت مجالس مؤتمر الشعب العام لجنة الصيادة حطوني فيها مرة ما عادش حطوني فيها بك لأني خالفت السادة الأفاضل اللي في اللجنة اللي هو رئيس المحكمة العليا شيخ بوعيشي واللي هو عادل محمد مصراتي وزير العدل، وتعرضت لهم 5000 عام حتى بالقانون اللي خصنا نحن ما خلوش رأي. أنا تنقول لي أنت بأي حق تلزمني بترخيص؟ أنا محامي يا رجل، فتش عليا، أنا مانيش فاتح محل جزار وكذا شروط صحية ونظافة وكذا، أنا محامي عندي قرار صادم من لجنة قبول محامي في المحكمة العليا مقبول من العليا يصدر قرار محكمة العليا، إيش جيت تلزمني إن واحد يفتش علي ويسكر لي مكتبي؟ مكتبي ما يسكرش إلا بقرار، باش تفهم؟ والله ما عاد حطوني عضو ليش لأن تحدثوا. فلذلك أنا مانيش ملزم، عندي سلطة تشريعية هي بتسني القوانين، والسلطة التشريعية ما تسنش قوانين إلا بعد تأخذ رأي أهل الاختصاص. لما تبي قانون الصيادلة تأخذ الصيدليين، قانون المهندسين تأخذ المهندسين، قانون المحامين تأخذ المهندسين، الحرفيين تأخذ ضروري، هذين بيوت خبرة. فلذلك نحن لازم يكونوا مستقلين بهم مثل مصر، معلش هذوما لازم يكونوا مستقلين. وبالتالي أما يقول لي والله يكونوا جايين باش يشاهموا في صياغة القوانين، لا هم ما يصاغوش في صياغة القوانين، القوانين يصيغ اللي منتخبين الناس اللي حاطين الناس. فلذلك حاجة نهي يعني أنا باش يعني أستاذ مصطفى أنا مقدر دوره، هو كان من النظام السابق وزير وكذا، أوكي من حقه أن يدافع، ولكن يا أستاذ مصطفى النظام السابق ما كانش قابل وجود النقابات. أنا دويت مع القذافي شخصيا، ما هو باش نقول ما كانش قابل نقابات، لا بالنسبة الكلمة بس ما كانش قابل وجود نقابات مستقلة. القذافي ليش؟ ومن ضمني سمعت أنت في المناسبة، أنا هذا في جلسة معاه شخصيا يقول والله مثلا دواء المحامين، المحامين أغنياء وأقوياء ما يحتاجوش نقابة. كيف ما يحتاجوش نقابة؟ فوضى هي العمل. تطالع أنت الكلام في قانون ينظم العمل، معناه يجب أنك تحترم القانون. أما يصدر لي قرار وأنا نملك على رأس نقابة، ألاني نملك أني نحلها والله نزيدها والله ننقصها والله نعلن إفلاسها، تجي أنت ودير لي قانون فصلة لي وأنت اللي تدير كل شيء، هذا مش من حقك. أنتوا درتوا قانون أرفعوا يدكم. زمان قانون 23 هذا أنا اللي قلت لك ليش دفعت عليه، اللائحة التمريرية من وضعها؟ قانون 23 قانون الاتحادات والنقابات المهنية من وضع اللائحة التمريرية؟ وضعها مؤتمر الشعب العام. اعتقدوا هم طبعا هذا فيها غباء، ان هم ما دام وضع اللائحة التمريرية يستطيعوا ان يعدلوا القانون في اي وضع. قلت له هذا يا سيد احمد الف باء القانون ما يقولش كلمه عيب تقولوا الكلام هذا،
وبينتهم فيصل القضاء، القضاء انصفنا في مواجهتنا. انت لما وضعت لائحه تبرير يدك ارتفعت، ما عادش تنكت بالقانون ولا ماده، تعدى السلطة التشريعية اللي أنتجتها القانون، مش أنت، أنت لائحة تنفيذية فقط قريبة، هذه قاعدة قانونية مجرد وكالة تصري. وبالتالي هم والله القانون هذا فلت منهم فلتة، قانون 23 والله والله العظيم والله، لأن شنو الفحوى بتاع شنو؟ قال لك النقابة حطي من مبروك حطي نظام أساسي، حدي فيه كذا، حاطين الأنظمة الأساسية وحمدوهم، بعدين لغوا لنا مجرد طلب من وزير. يا اخي ما تملكش هذا تشريع، درنا نظام اساسي، ليش تملكوا انتم صلاحياتكم؟ ليش انتم تتعبوا؟ ليش انتم تقبلوا؟ يبوها تحت يدهم كذا هيك، ما تجيش. فلذلك النقابات دجنت، ما عادش فيه، سمعناش قبل 40 سنه صوت النقابه يا رجل تدوي ولا تقول هذا غلط ولا هذا كذا، حتى باهي داروا القانون اللي هو بتاع المحكمه العليا اللي هو الدائره الدستوريه، يعني اي قانون ظالم مشحف نعدي نعمل فيه بعدم الدستوريه نلغيه. لأن صادر على قناة طبعاً يملك فيها من يملك كذبة للشعب يقرر ولا شيء، القوانين المطبخ متاح معروفة 10 سنوات ما صدرتش اللائحة متاح المحكمة، ولما جيت أنا دويت في وسط بنغازي بدأ في واحد كان من الثورين هجمني وانت 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 قلت أنت سحب طمك، أنت 10 سنوات ما تصدرش لائحة تنظم عمل دستورية. أنا لما يأخذوا ملكي يأخذوا رزقي يأخذوا رزقي نعدي نتظلم نرفع دعوة قدام القضاء يقول لي عدم قبول الدعوة، والله في قانون يمنع، قانون يمنعك من اللجوء الى القضاء، مع ان اللجوء الى القضاء مبدا دستوري في العالم كله، لما جينا طعنا فيه بعد الدستوريه لقينا دائما صح الدستوريه 10 سنوات صدر القانون في 94 لعند 2004 والدائره الدستوريه صح لعند 2004 توها عاود صح قانون رقم 10 قانون اللي هو اللي انشا الدائره الدستوريه يعني انت مواطن ثم قانون تعاد تطعن فيه بعد الدستوريه يا سلام لا 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 هذا مش هذا في صلب عمل يا استاذ شنو هذا مش جانبي هذا في صلب الموضوع اللي حكت عليه الدكتور عبير انا مؤيد وجه نظرها ان النقابات يجب تتمتع بقدم الاستقلال عارف الثقافه بتاع الاستكانه هي اللي مسيطره تو راهي ثقافه 40 سنه هذه مسيطره على حتى نقيب المحامين زي ما قالت لك مباراه للدفاع عليه احد من المنتسب ليش لان اصبح ثقافه عندنا هذا استقلالية وعمل نقابي وعمل مشكله ما عادش فيه مفهومه مش موجود لانك انت لما تجي ل 40 سنه ممكن يموت 60 شكرا مازال في اوكي دقيقتين بالنسبه للاستاذ محمد بوشناف وبعدين حنجيك محمد بوشناف رقم 2 رقم بالنسبه للاتفاقيه الدوليه الاتفاقيه الدوليه اللي ضمن منظومه كما حكيت من اول ضمن منظومه دوليه هذه الدول توقع عليه ماشي لا وهذه ملزمه وفقا للقانون ملزمه به وهذا اللي سندوا اليها الان بعض النقابات كيف ما اتحاد نقابات عمال ليبيا في استمراريه عمله وفي انضمامه للاتحاد الدولي للنقابات هذا هو الاساس مش الزواج لا حنقول لا استاذ محمد دقيقه بس في هذا هو رغم ان فيه الاولويه هذه الامر قائم على ماذا قائم على القاضي نفسه يعني في قضايا في قضايا بعض القضاء نذكر في حاجة لها علاقة باتفاقية الطفل يمكن دكتور ممكن سيدة رفيعة عشان نذكر يعني استندت إلى الاتفاقية الدولية ضد القانون المحلي ماشي وفي القضاء يقول لك لا 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 ما لناش قانون محلي ما مش مستوعبة قصة أولوية الاتفاقية الدولية المصدقة على بيلي بالضبط هذا مش معترف به بالتالي هنا يذهب إلى ماذا ممكن اللي عم يكون في دائرة دستورية واحد ممكن يرجع إليها بعد نذكر كم سنة عموما هذا هو هذه الاتفاقية أشارت للحريات النقابية أشارت لحمايتها ضد من قبل ضد مش ضد الدولة يعني من يعني ضد تعنت الدولة أو تعنت القطاع الخاص إذن هذا أو صاحب العام بأي كانت تسميته هذا موجود في الاتفاقية لكن غير لا يوجد هنالك معلش أنا كل ما يعني معلش بنكمل بس الهوية الاقتصادية لها تأثير ما يحدث نعم نعم أوكرانيا الهوية الاقتصادية كان هي المنارة اللي يخدم فيها الدول ومش نحكي لك على نقابات واتحادات رفضت واخذن قرارات ضدهم واخذن قرارات ضدهم من الدول الغربية وهن لأن الموجودات مثل في الدول الشرقية فيعني ما نبيش نحكي على هني فهذه لا ما انت عندك قانون عندك اتفاقية دولية من 48 تعتبر من أسس المنظومة الدولية للحقوق وهذه هي اللي تنظم هذا العمل وتضمن حريتك تجاه تعنت الأطراف الأخرى سلطة ورأس أو صاحب رأس المال إذن هذا آخر حاجة أستاذ محمد بوشناف جونيور
شو نقال. وهذا المهم يعني كيف نتحرك ونحن كمجتمع مدني يعني تبى الطريقة الطبيعية اللي مفروض تكون موجودة إن المنظمات أو النقابات يشتغلن ومن ثم عن طريق التواصل سواء يعني يفترض التواصل مع عن طريق مناصرة وشبكات مناصرة يتم تقديم القانون سواء إذا كان وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب تعطيه العشر يقدموا 10 نواب والله تذهب أنت للتقدمة بعلاقات أو بقوة ضغط المجتمع المدني إلى وزارة العدل ومن ثم هي تقوم بالإجراءات نفسها. لكن في اعتقادي أن حراك قوي المجتمع المدني ممكن يغني عن كل هذه الأشياء. لكن ما أعتقدش أنا من شافه دائما نقول لا يوجد هناك وعي بجدوى وجود قانون للنقابات، لا يوجد هناك وعي حتى لدى النقابيين أنفسهم. يعني أنا دائما نعطي دائما أعضاء التدريس نعطي فيهم كمثال للأسف على انغلاق العقلية النقابية عندهم وسريان النموذج السابق على تفكيرهم وعلى علاقتهم برب العمل وصاحب السلطة عليه. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا على الاتحاد، شكرا جزيلا على حضوركم وشكرا للدكتورة.